من رام الله. ينضم إلينا وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات. أهلا بك مهندس خالد. وبداية، ما هي هذه شهادات إنتاج الحبوب الصادرة من مديريات الزراعة، وما الذي تتيحه للمزارعين؟ سيدي، احنا في الأردن بنعمل على دعم إنتاج القمح والشعير، دعم للمزارع، المزارع الحقيقي. والسعر الذي نشتري به القمح من المزارع يتجاوز السعر العالمي بأضعاف، يعني حتى مع ارتفاع أسعار القمح هذا العام نحن نشتري القمح البذار بحوالي 700 دولار، يعني 500 دينار أردني، والشعير أيضا برقم يصل إلى 420 دينار. وبالتالي هو دعم للقطاع الزراعي، دعم لإنتاج القمح، وزيادة الاكتفاء الذاتي من المحصول المحلي. للأسف كان هناك بعض الشبهات في شهادات المنشأ بأن يتقدم المزارع بأرقام أكبر من الأرقام الحقيقية. العام الماضي مثلا في منطقة معينة في شمال الأردن حوالي 110 ألف درهم، تم تخفيض هذا العام إلى 58 ألف درهم، يعني تقريبا نصف. الكميات التي تم شرائها بأسعار عالية حوالي 13 ألف طن، العام الماضي كانت 25 ألف طن. وبالتالي هذا مؤشر واضح أن هناك شبهة فساد في هذا الملف. حقيقة تم تحويل الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وهي الجهة المعنية للتحقق والتحقيق مع كافة الأطراف سواء موظفين أو مزارعين. وهذا حقيقة ليكون عبرة لمن تسول له نفسه التكسب بوجه غير حقيقي وغير شرعي من المال العام. هذا مال عام وحقيقة يصرف بغير وجه، غير أوجه الحقيقية. وإن شاء الله أنه ستكون يعني هذه فرصة أنه إحنا نعالج هذا الملف معالجة جذرية. نعم، ما هي مصادر هذه الحبوب التي يعني رصدتم بيعها من قبل التجار ولم تكن من إنتاج مزارع؟ نحن نتحدث عن مساحات، والمساحات لها نسبة إنتاج، وكلما ارتفعت المساحة كلما زادت نسبة الإنتاج. وبالتالي هناك تكسب غير مشروع، وقد يكون هناك تعاون ما بين بعض الموظفين وأيضا بعض المزارعين. فبالتالي التحقق لدى هيئة النزاهة وتحويل أي متجاوز على المال العام إلى القضاء سيكون هو الفيصل، ليبين لنا من المتهم من البريء. نعم، لكن لتكون الصورة واضحة بشكل أكثر، شبهة الفساد في ملفات الحيازة أو شهادات الإنتاج هي في تسجيل مساحات أراضي أكبر أم في بيع كميات تفوق القدرة الإنتاجية؟ في تسجيل مساحات أراضي أكبر. بالتالي ما الذي يترتب على تسجيل مساحات؟ بالتالي كميات إنتاج أكبر ومبالغ مدعومة على حساب الخزينة أكبر بغير وجه الحق. طب ما الإجراءات اليوم التي يمكن للوزارة اتباعها للحد من تكرار هذه الحالات؟ احنا الآن بصدد تفعيل آلية المراقبة الجوية بطائرات مسيرة العام القادم إن شاء الله، والكشف على كل حيازة يتم تقديمها لطلب شهادة منشأ، وهذا سينعكس إن شاء الله على تقدير القيمة الحقيقية 100% للكميات المنتجة لدعمها من خلال الخزينة. نعم، ماذا عن عملية الرقمنة لبيانات وزارة الزراعة؟ الرقمنة قد لا تكون مؤثرة لأنه لدي حيازة وموجودة للبعض. للأسف من بعض التصريحات البعيدة عن الواقع من أخونا مدير اتحاد المزارعين لا علاقة لها بالموضوع. الرقمنة نحن نسير باتجاه الرقمنة، وسيكون هناك رقم وطني زراعي حتى نهاية العام وهوية زراعية، وهي سيكون لها أثر إيجابي أيضا حتى في انتخابات اتحاد المزارعين وكافة الخدمات التي تقدم إلى المزارع الأردني. نعم، تتواجد الآن مهندس خالد في رام الله، نتحدث عن هذه الزيارة للسوق الفلسطينية ونتائجها. سيدي، نحن بدأنا منذ عام 2017 بإنشاء الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، وهذه الشركة
وضعنا خارطة الطريق لها لتسريع إنشائها خلال العام الماضي مع أخي وزميلي معالي وزير الزراعة الفلسطيني. وضمن خارطة الطريق سيكون كان هناك إنشاء المركز الرئيسي والكادر الفني والإدارة في عمان والفرع الأول في أريحة. الحمد لله إحنا حسب مؤشرات الأداء والتقييم الدوري لخارطة الطريق كنا ضمن التوقيت المطلوب، واليوم كان هناك افتتاح للمركز الفرع الأول في أريحة، وقبل أسبوع أو أكثر تقريبا كان هناك عقد اتفاقي لتصدير المنتجات الزراعية بعض أصناف الخضار إلى أوروبا، وإن شاء الله قريبا سيكون هناك أيضا تصدير للتمور إلى بولندا، وهناك اتفاقيات مع شركات وشركات مع جهات دولية ليكون هناك تفعيل لهذه الشركة كي تعمل على خدمة القطاع الزراعي سواء في الأردن وفلسطين. علاوة على ذلك حقيقة نحن عندما نتعامل أو نتشارك مع إخواننا الفلسطينيين تطبيق لتوجيهات سيدنا الله يطول عمره بالانفتاح الكامل على أشقائنا في فلسطين، دعم صمودهم على ترابهم وحقوقهم من المياه والتراب، وهذا له أثر كبير في دعم القطاع الزراعي أيضا لدى أشقائنا في فلسطين. نعم، شكرا جزيلا لك وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، كنت معنا عبر الهاتف.